مساء الخير لمشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك. معكم عبد الله بعلبكي ومن خلف الكاميرا الزميل محمد الشيخ. هذا البث المباشر ننقله إليكم من شتورة في البقاع، ومثل ما عم بتشوفوا هذا المشهد المباشر، يعني قليل ما نلاقي السيارات عم بتمر بهيدا الوقت أو عم نلاقي مارة على الطريق. وهون بدنا نذكر أنه صار في أكثر من عملية خطف وسلب للأموال بالآونة الأخيرة، ما شكل مخاوف عند الناس بالبقاع. بهيدا الوقت من سنوات كنا نلاقي العشرات عم بيتمشوا بهيدا الشارع، اليوم ما عم نلاقي حدا وبالنادر لنشوف حدا، فلا الناس خايفين يتمشوا بالشورى. قبلنا عدد من المواطنين لنسألهم حول هيدا الموضوع، وحقيقة كان في عندهم حرص أنهم يواجهوا صرخة حول هذه القضية. أهلا وسهلا فيك عبر صوت بيروت انترناشونال. الله يخليك، الله يبارك فيكم، الله يسلمك. طيب خلينا نقرب شوي، تفضل. حبيب القلب، ليه الناس خايفين يتمشوا بالشتورة بالليل؟ والله الإنارة معدومة، ما في إنارة، يعني نحن هلا اجت الكهرباء شوي لحتى ضوينا هودي المضوين الست عمدين. إنارة على طريق امتداد الطريق للمصنع حدود السورية ما في إنارة، والطرقات بتخوف بالليل بكل صراحة. نعم، فهذا نحن عم الإنارة بتضل دايما يعني طول الليل أو هلأ؟ هيدي الإنارة هلأ حاليا مضواي لأنه في كهرباء هلأ، بعد بس نقطع كهرباء الدولة. كهرباء الدولة مش ساعة بالجمعتين مرة بتجي ساعة على حظنا اجت. والله حظكم، ما يعني هيدا سبحان الله. فهيدا الموضوع، هذا الطريق لازم يكون له تتمة وفي له طرق يعني معينة. حكينا بالإشارات وحكينا وصلنا الفكرة لكذا يعني شخصيات بالدولة، ما صار شيء. بدنا إشارات، بدنا طرقات، يعني حكينا سابقا بهذا الموضوع. فهذا في خطر يعني حتى رغم أهمية الشتورة كمنطقة استراتيجية يعني وطريق دولي هون. نعم. مع هيك ما عم نشوف في عالم بعد الساعة 7-8، كل العالم بيصيروا ببيوتهم. نعم. ليه هيدي المخاوف موجودة عند الناس؟ والله هيدي المخاوف، يعني بتعرف بنرجع بنقول الكهرباء هي مؤثرة، والوضع يعني هون الوضع بتعرف الوضع بيختلف عن باقي مناطق. شتورة آمنة، بس المناطق اللي قدام شوي بكل صراحة مش آمنة، لأنه بالليل طرقات ما في كهرباء، كل من ايده له. ما في كهرباء، ما في سيارات لشرطة البلدية، ما في سيارات للقوى الأمنية، لأنه صار في أكثر من حادثة خطف وسلب أموال بشتورة. نعم. كيف كان تحرك القوى الأمنية والبلدية بهالمنطقة؟ والله حضرتك لأنك ابن المنطقة. نعم نعم، القوى الأمنية ما قصروا، كانوا لقطوهم للعصابة اللي عملوا هالقصة هيدي، والقوى الأمنية فعلا عم تمشي عم تركض بهذا الموضوع. حتى هون قيادة المخابرات عم يشتغلوا الله يعطيهم العافية ليل نهار، والله ما بيهدوا للأمانة يعني. فنحن الإنسان بيحكي ضميره، والباقي القوى الأمنية كمان عم يشتغلوا، بس البلد في عدد كبير من الناس، وفي أخوتنا السوريين كمان في 3-4 مليون، فبدها طاقة الشغلة. الشغله بدها طاقه، بدها استيعاب زياده للامن. فهذا الشيء معروف عند كل الناس. فنحن نطلب انه هالمناطق هيدي خصوصا هالطريق هذا يتحسن وضعه، يزبط وضعه، تكون الامور جيده وحسنه. نعم نعم. شو اللي ناقص الناس ليطمئنوا ليمشوا بالليل، الكهرباء او شو غير الكهرباء؟ انت عم تقول في امان، بس نعم. امان جزئي منه كامل. نعم. لانه المناطق المحيطه بشتوره منا امنه حسب ما قلت لنا هلا. نعم هلا المناطق المحيطه، هلا اذا واحد طالع من صراف وحامل مصاري، اذا عصابه ناطرينه خطر عليه اذا مرق. طبعا عصابات بتنطر بعضها وبتلفن لبعضها، هيدي لازم يكون في انتباه. اي شخص بده يحمل مصاري ما يحملهم بطريقه او حملهم بايده. نعم. بده ينتبه الانسان، بده يكون يعرف كيف بده يتصرف، لانه الوضع منه مريح صراحه. نعم. يعني شكرا لك. الشباب هون كمان بخافوا يتمشوا صحيح؟ والله الشباب، لا الشباب قول هون عندنا الشباب موجودين ما بخافوا باذن الله، لانه منطقتنا هون. وبصراحه برجع يعني هون انت عم تقول منطقتنا، يعني انتم عم تعملوا امن ذاتي مثلا؟ لا عفوا، والله انا هون الدوله عم تشتغل هون بالليل ليل نهار، المخابرات بكل صراحه ما في جهاز عم يشتغل غير جهازهم. وليه في خوف؟
ما في خوف، نحن هون عندنا ما في خوف، قلت لك شطوره منطقه امنه على الاخر، بس هلا بالمنطقه هون عندنا هون هيدي نيو شطوره، بس باقي المناطق مثلا تاني ميل عند الصرافي ما الصرافي الساحه، الساحه فيها امي طويله عريضه، فايت الحابل بالنابل مش معروف هيدا مين وهيدا مين، لانه منطقه عامه وكذا، فهذا انا بخبرك اياه. فنحن بنطلب انه ان شاء الله الامور تكون لاحسن وهالبلد بيتحسن وتمشي الامور، ويعني بده هالطريق بده تتمه وبده استكمال يعني ليتنفذ الشيء، هو 60% منفذ، تسلم منه اسم، الاسم الثاني ما تسلم بعد، فهذا لازم هيدا تشتغل الدوله عليه من الاوروبي الاتحاد الاوروبي، لان المملكه العربيه السعوديه انا شايف ما بقى تساعد، لانه حسب الوضع عرف كيف، فان شاء الله انه بيساعدوا ودول الخليج كمان بيساعدوا وهالامور تزبط وهالبلد يزبط نحن بنقول كلمه عايش مشترك، هذه كلمه يعني نحن كلنا اخوه، يعني كلمه عايش مشترك انه انا عم يعني عم اتلطف على الطائفه الاخرى انه هو تكون انا وياه عايش مشترك، لا خيي اي طائفه موجوده على الاراضي اللبنانيه نعتبرهم اخوتنا، يعني اليوم في اصول للكلام وللحكي، فنحن بنتمنى انه هالبلد ان شاء الله بيمشي حاله، وبنتمنى النفط هذا اللي بده يطلع ما يتبخر، عرفت كيف؟ بين هلالين، يعني هذا النفط ان شاء الله ما يروح هباء منثورا مثل ما راحت المصاري بالبنوكي. نعم راح لنا اموالنا، اموالنا راحت، وين الاموال؟ نعم كلها راحت، انسرقت الاموال، ما في شيء، حكي بحكي، فممكن ممكن النفط ممكن الله اعلم يتبخر كمان بيتقسموا، وهذا الشيء ان شاء الله انه ما بيتقسموا، ان شاء الله انه القدام اذا اجوا جداد ممكن يكونوا ما بدنا نفسرها اكثر، على كل حال الله يجملها بالستر، وبنتمنى لهالبلد الخير والامان. نعم شكرا لك. ليه الناس خايفين يمشوا بساحه شطوره اخر فتره؟ يعني عم بيخافوا من كثر العمليات اللي عم نسمع عنها بالآونة الأخيرة، منطمئن الناس إنه ما في شيء؟ ما في شيء، منطمئن الناس ما في شيء، وكل شيء شطورة آمنة، شطورة آمنة كتير آمنة. بس عدد الناس اللي عم بيمشوا حسب ما عم نلاحظ مقارنة ما قبل 2019 كانوا أكثر يتمشوا بالليل، هلا صارين عم بيتمشوا أقل كعدد. ايه هلا عم يتمشوا اكثر، انه بيتمشوا كثير لانه الاناره اقل، هلا عم نلاحظ ما بعرف اذا بتوافقون الراي. ما فيش إنارة. ما في إنارة. هو لك بدي أقول لك شيء، التشليح مش بس بشطورة، بكل لبنان بيتشلح، بس هون شطورة يعني ما في ضوء، وصار كم قصة وكم عملية صارت تخاف الناس، بس التشليح مش بس بشطورة وبنيو شطورة أو بشطورة القديمة، بكل لبنان بيتشلح، بزحلة، ببيروت، بالداون تاون، حد الدولة بيتشلح. فطورت إنه في صرافين يمكن هون 100%، والطمع يعني الناس اللي بيسرقوا بده يشلحوا بده يطمعوا بالناس الهام مش أكتر، أما الوضع رواق وتمام وما في شيء. نعم شكرا لكم جميعا ويعطيكم ألف عافية. الله يخليك، شكرا لكم. الله يعافيكم. نتمنى تفضل صاحبي تظبيط الشارع هذا كله، عرفت كيف؟ هيك مع النواب مع القوى الامنيه مع الكل لحتى زبط، كان في سرقات وكان في كذا، بس هو القصه كلها هو زبطها، عرفت كيف؟ هو قويته. نعم. والشيخ عادل الحسين الله يرحمه كمان. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. يا هلا. نتمنى الامان والاستقرار يعموا هيدي البلاد مش بس شطوره، كان معكم من شطوره من البقاع عبد الله بعلبكي وزميل محمد الشيخ.